مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في نشره السادسه من بوابه الوطن، واللي هنقدم فيها عدد من ابرز عناوين الاخبار. مصر تعلن انحداد 3 ايام لرحيل السلطان قابوس. وجه الرئيس السيسي باعلان انحداد في مصر 3 ايام لرحيل السلطان قابوس الذي توفي صباح اليوم. وزاره الدفاع: رجال الجيش سيعلنون عن انفسهم في قادر 2020. وقالت وزاره الدفاع ان رجال القوات المسلحه سيعلنون عن انفسهم في المناوره العسكريه التي تشارك في مراحلها النهائيه تشكيلات ووحدات مختلفة. وزير الخارجية يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صد النهضة. الزيارة تستمر الأسبوع، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لاستكمال التفاوض حول صد النهضة الإثيوبي. ورياضيا: الأهلي يخسر نقطتين أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا. بهذه النتيجة يتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني التي تقام مساء اليوم. وأخيرا مع أسعار الذهب: عيار 21 يسجل 688 جنيه. بكده تكون انتهت نشرتنا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.